الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أنا أرجوك أستاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح، لا أقبل بهذه الإهانات. لا حول ولا قوة، لا أقبل. أنت رجل دين، أنت رجل دين والناس تسمع. أنا جالس هنا في مناظرة، في مناظرة علمية، والرجل رجل دين يستهزئ. لا أقبل بهذا الكلام يا شيخ صادق، أنا لا أقبل بهكذا كلام. أيها المسلمون، والله ما فعلت ذلك إلا عمدا وما أسأت الأدب. سألته سؤال، فالتمتع عندهم سنة شرعية، فسألته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أتبعك رجاء، أنا ما أقطع رجاء، هذا الكلام ليس هذا الكلام. أيها المسلمون، أرأيتم حميته لزوجة المهدي؟ أقل ما أقول ربما يكون مسلم بس مجنون. أرأيتم يا، وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا، أنا قلت له هل بس فريضة عين عدنان؟ لا 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 تقاطع، لا تقاطع، أنا ما أسمح، أنا ما أسمح، يعني بس لا يخرج، لا يخرج، لا يخرج، يخرج عن نقطة البحث. أنا لا ناظر، لا خارج عن نقطة البحث، لا خارج عن نقطة البحث، عندك من أدوات، لا خارج عن نقطة سالم محمد، هذا الكلام هذا تهرب، وقت الكرام هذا هروب، هذا هروب من المناظرة، هذا هو تهرب من المناظرة، هذا هروب، المحور المناظرة محور علمي، هذا هروب من المناظرة. اسمعوا يا أخوي، اسمع التعليل يا شيخ صادق، اسمع التعليل تفضل. أنا طرحت سؤال استبياني، لم أتهم معاذ الله، والله لو خرت الأخر من السماء ما أتهم. أما مجرد السؤال، مجرد السؤال عن زوجة النبي تار، يا ليته تار، ليس ليس لنا علاقة بهؤلاء، هؤلاء الذين نحن قلنا كذا، نحن قلنا كذا، ليته تار، لكن جلس هكذا. لما سمع ذاك الوغد الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة، فجلس هكذا وقال: إمامنا المهدي، إمامنا المهدي، دقيقتين أبتدأ، إمامنا المهدي، إمامنا المهدي منع، لاحظوا، إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة، لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار، وأنا ما قلت يأتي بأمر شر، صار وغضب وجمجر. أما على أم المؤمنين فما رأينا قلنا سيد زوجة سيد نعم البيت، قلنا قولنا فيها الذي أدعى أمير المؤمنين وانتهت المسألة. وقعت في فخ يا سيد صادق، وقعت في فخ، أي فخ وقعت في سيد محمد؟ أي فخ؟ أي فخ؟ نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه؟ لا والله، أي فخ؟ أي فخ؟ نحن قلنا، نحن منهجنا واضح وصريح، وقلنا في حلقات السابقة على أن الذي جرى لعائشة ونحن معتقدين به الذي فعله أمير المؤمنين عندما خرجت لقتاله أرجعها باحترام إلى دارها، وهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله حفاظا على كرامة النبي، لأنها قد خالفت حتى الله سبحانه وتعالى، خالفت الله، الله أمرها وقرن في بيوتكن، هي خرجت لقاتل أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ماذا فعل؟ لتقاتل أمير المؤمنين، نعم، قاتلت أمير 20,000 20,000 فقال كثيرها برضه بسبب قوله على غير المؤمن سلام الله عليه. هل عائشة مؤمنة في خارج من إيمان؟ هذا ليس ليس هو كنا نبحث على أصحاب النبي والتكفير، هذا أنا ليس أحكم. أيها المسلمون، أنا لست أحكم والله، أنا قاضيا على هذا مؤمن وهذا كافر. لو سمحت، لم نخرج عن نقطة البحث، ليس السؤال الآن، عائشة هل خرج، هل هي مؤمنة في الجنة أم كافرة؟ فضل دينار من التكفيري، ما بيدي مفاتيح الجنة حتى شفتوا، نسيتها بالبيت مفاتيح الجنة. حي الله قبائل شمال سوريا، حياها الله، التي تراجعت عند عن التشيع عندما علمت حقيقة التشيع، استدرجوهم أول الأمر بكيس الجرز وكيس السكر وبحب أهل البيت، فلما تبين زيت في الكرتون، أيوة أيوة، فلما تبين لهم طعنهم بأم المؤمنين، لم نطعن، لم نطعن، اسمعوا يا منهجنا لم نطعن، هل هذا كلام باطل؟ أما أن هنالك أحاديث وصل، أنا منهجي، أنت تخاطبني منهجي، أنا شيخ عدنان، أنا منهجي، أنا منهجي، أنا